طبعا جدارة، يعني خلينا نقول عن جدارة أو اختيار موفق، إن هو بينجح قطاع الناشئين، لكن مش بالكلام، لكن ده بالفعل، اللي هو لعيب كويس جدا ولعيب من اللعيبة اللي ليها مستقبل. دلوقتي انت تبقى في حيرة، بس حيرة كويسة ان انت عندك اكتر من 3 4 فراودة، والنادي الاهلي متعود ان مفيش نواقص بتبقى موجودة في اي مركز من المراكز في التشكيلة الاساسية، او حتى الناس اللي بره في الدكة بيعوضوا. عندنا دكة كويسة جدا. صحيح، بنتكلم ان احنا عندنا فرد واثنين وثلاثة واربعة، دي بتبقى ميزة للنادي الاهلي، ان هو او المدير الفني النادي الاهلي كابتن حسام يقدر ان هو يختار بارتياحية، ويقدر يعني يختار الافضل في الوقت المناسب. طيب، يعني ده طبعا تسخين فريق الاهلي لمباراه النصر النهارده، طبعا المباراه بملعب او مشروع الهدف، يعني ده حصريا على قناه الاهلي. طبعا واضح ان عماد في التشكيل الاساسي، هيجي لنا التشكيل الاساسي حالا دلوقتي، هو عمرو بركات هيجي لنا، هو هشام محمد هيجي لنا، ونقول التشكيل لحضراتكم بعد قليل. كابتن وليد، يمكن كابتن اسامه، كابتن حسام طبعا كلامه على اللعيبه، خصوصا اللاعبين العائدين من الاعارات، احمد الشيخ كابتن، وبيتكلم انه كابتن حسام ان عليه مسؤوليه كبيره جدا هذا الموسم مع فريق النادي الاهلي. بص، مفيش لعيب ما عليهوش مسؤوليه كبيره مع تيم النادي الاهلي. النادي الاهلي زي ما احنا اتفقنا وختمنا الموسم اللي فات بمقوله مهمه جدا، يعني كابتننا الكبير الكابتن ربيع ياسين او كابتن سمير كمونه او انا، اتفقنا كمحللين على ان النادي الاهلي عنده 3 فرق. مهم جدا ان الناس تعرف والجماهير النادي الاهلي تعرف ان النادي الاهلي دلوقتي بيمتلك في كل مركز ما لا يقل عن 3 لاعبين، الثلاثة احسن من بعض. فبالتالي الحتة اللي بيلعب فيها احمد الشيخ هيلعب فيها وليد سليمان ولا احمد الشيخ ولا حمودي، الثلاثة جامدين قوي، كل واحد يحاول يفرض سيطرته ويفرض هيمنته بمجهوده وبادائه على المكان ده. نفس الوضع هتروح الناحية التانية، عندك اجاييه وعندك مؤمن زكريا وعندك مثلا عمرو بركات، الثلاثة جامدين جدا. هتروح في القلب عندك عبد الله السعيد وعندك صالح جمعة وممكن يدخل فيها هشام محمد، الثلاثة جامدين قوي. انت خلاص بقى كل مركز عندك 3 أو 4 لاعبين على نفس المستوى. مين اللي يلعب بقى؟ هو مش احمد الشيخ بس اللي المفروض يبقى عنده مسؤولية او يبقى متحمس انه ياخد مكانه، لا، هو كل لعيبة النادي الاهلي. وده خلاص ذاته بيفرز بقى الحالة الفنية الجيدة كابتن في المنافسة دي. انت المكان الوحيد اللي احنا سن لسه متخوفين منه هو قلب الدفاع، لان انا لما يرحل من عندي واحد من احسن السردباكات في القارة الافريقية كلها، ان لم يكن في العالم، احمد حجازي، انا لازم ابقى حاطط ايدي على قلبي لغايه لما اجيب واحد تاني بنفس الكفاءه. كلام على لاعب سوري كابتن، كابتن منتخب احمد صالح. بالظبط، احمد صالح كابتن منتخب سوريا طبعا. وفي كلام على مش هيتعامل كلاعب محترف. بالظبط، دي حاجه ميزه برضو، يعني اكيد مليون في الميه. كمان انت عندك دلوقتي زودوا العدد لاربع اجانب. صحيح، انا اقدر استخدم لعيب اجنبي، اقدر استخدم لعيب من شمال افريقيا، تونس، الجزائر، المغرب، متميزين جدا في حته قلب الدفاع. اقدر اجيب يعني ايه بلغه الكره كده، وحش، يعني وحش يبقى طويل ياخد كل الكرات العاليه، يلعبوا الكره على الارض يا كابتن، يلعبوا الكره. وممكن استغنى عن المهاجم الافريقي، يعني انا شايف ان وليد ازارو مع مروان محسن مع عماد متعب مع جاي 4 كفايه جدا. مش شرط ان انا، هل انا لو جبت مهاجم 4 مميزين يا كابتن وليد، ولو جبت مهاجم افريقي يا كابتن كمونه، مين بقى يعني هيلعب على مين؟ ما انا جايب وليد ازارو ليه؟ لكن انا ممكن اجيب مدافع ان شاء الله اوروبي قوي جدا، ممكن اجيبه من اوروبا، ممكن اجيبه من شمال افريقيا، اجيبه اجنبي صفقه رابعه، والراجل ده يكون موجود على طول في المباريات. فبرضه يعني وجهات نظر، حتى لو الناحيه السوريه ما قدرتش انا اعملها، يعني لو احمد الصالح مثلا غالي جدا في طلباته الماديه، شفت ان انا الرقم راح لارقام لعيبه اوروبيه، لا اجيب بقى لعيب مظبوط كده، لعيب بيلعب في منتخب تونس، بيلعب في منتخب الجزائر، المغرب، فرقه مثلا زي كوت ديفوار. احنا اتعرض علينا في نادي الاتحاد سردباك منتخب كوت ديفوار وحش. يعني انا اشوف ان النادي الاهلي يدور في الحته دي، بيبقى معاه سردباك عشان اعوض غياب حجازي. مظبوط كده. لكن انا لو رحت للمهاجم الافريقي وبعد كده ما عرفتش اجيب حد، واعتمدت على ان ممكن ايمن اشرف يقوم بالحته دي، ابقى انا حسيت ان في المركز ده انا قليت ما زودتش. تمام. لان انت برضو بصراحه طول الموسم الناس اجتهدت، لكن سعد غاب لاسباب، اذا كان تجنيد في الجيش او حاجات خاصه، نجيب غاب لبعض الوقت الاصابه، رامي ربيعه اتعور مده كبيره. فبالتالي انا بلعب على كل المستويات، وتصريح الكابتن حسام زي ما انت بتقول او المهندس محمود طاهر قبليه،
قال انا عايز اخد الدوري والكاس والسوبر وافريقيا واروح كاس العالم للانديه. صحيح. فالنادي الاهلي هيدخل الموسم عايز كل البطولات. مظبوط. فبالتالي محتاج لازم عدد من اللاعبين، ولان في حاجات كتير هتقع منك اثناء الموسم. عايز بس اوضح للساده المشاهدين حاجه، النادي الاهلي ممكن تتلافى اي مشكله من جوه الملعب، لكن انا مش عايز اوصل للحته دي. يعني ليه انا اجبر نفسي ان اجيب احمد فتحي العبه سيرد باك، او اجيب مش عارف ايمن اشرف العبه سيرد باك، او احط طب ليه؟ ما انا من الاول عندي في القايمه اقدر ادعم كل العناصر بكل المراكز. مظبوط. وده اللي حصل على فكره في كل مراكز الملعب لسه باستثناء السيرد باك. باستثناء، ويمكن جمهورنا واقع يا كابتن لما بيجي انت ماشي في الشارع كابتن وليد، انت نجم من نجوم النادي الاهلي، بيسالك كابتن هنجيب مدافعين ولا لا، فما بالك الجهاز الفني اللي هو في قلب المشكله وقلب الفريق. كابتن وليد يمكن ايضا كابتن حسام بدا يتكلم على هشام محمد، اتكلم عليه بشكل جيد جدا ان هو لعيب خططي ويجيد الاستحواذ داخل نص الملعب ويجيد الاستحواذ في الملعب نفسه بشكل كويس، وانت كنادي وكفريق بتبقى محتاج النوعيه دي من اللاعبين. كابتن سمير، هو طبعا هشام من اللعيبه الممتازه، ابن النادي الاهلي، راح فتره طبعا المقصه وجت فيها، عشان كده النادي الاهلي ابتدى ان هو يرجعه تاني، زي طبعا ايمن اشرف طبعا من ابن من ابناء النادي الاهلي، من اللعيبه الممتازه. هشام كمان عنده ميزه ان هو بصير كويس جدا، ممكن يعوض لك حته حسام غالي شويه، اللي هو لو لعب جنب السوليه او عاشور الاثنين بيميلوا للدفاع شويه، خصوصا عاشور ان هو بيقطع وبيسلم، وعاشور دلوقتي بقى عنده ميزه ان هو بيلعب للامام، بقى يعمل سروهات سرو باص قدام ممكن تجيب منه جول، دي بقت ميزه كمان في عاشور. انما هشام محمد لو لعب في نص الملعب هيقدر يفيد النادي الاهلي بالباص السليم بتاعه، ان هو مميز بيها، عنده تصويب على المرمى كويس جدا، معدلات الجري بتاعته كويسه، هو لعيب متكامل، انما محتاج ياخد ماتشات عشان يبقى في تجانس وتاقلم مع تيم النادي الاهلي. هو ما فيش شك صفقه ناجحه، النادي الاهلي هيستفيد منها، سنه صغير تقريبا 27 او 28 سنه، فانا شايف ان هشام محمد من اللعيبه الممتازين في المكان ده، واجاد مع فرقه المقاصه الحقيقه، واحرز اكتر من هدف واجاد قدام النادي الاهلي، عشان كده مسؤولي النادي الاهلي ابتدوا يبصوا لبعض المراكز اللي ناقصه النادي الاهلي للمستقبل ان هم يجيبوه. انا شايف ان هشام محمد الفتره اللي جايه هيبقى ليه دور فعال مع تيم النادي الاهلي. يمكن ده تسخين فريق النادي الاهلي، ملعب الهدف ملعب جميل يا كابتن وليد، وهيديك النهارده لحد ما ارضيه الملعب انك تطبق حاجات انت ممكن تكون محتاجها انك تطبقها بشكل كبير. طبعا وده ايضا تسخين فريق نادي النصر، ولابس احمر بس اكيد تيشيرت هيتغير طبعا في المباراه. اكيد يعني المباراه الوديه زي ما انت بتقول يا كابتن فاروق هي بتدي للمدير الفني ارتياحيه في ان انا اجرب التجربه، يعني مش هتضرني في حاجه، النتيجه ليس لها اي قيمه، اغلب الفرق الكبيره بتتغلب في الماتشات الوديه ما فيهاش مشكله، اهم حاجه طبق. يعني مصر المقصه واحد كان من الفرق اللي بتتغلب في كل الماتشات الوديه، والزمالك بس انا بقول على مصر المقصه لانه الودي حاجه والرسمي بتاعه حاجه ثانيه. يعني يبتدي الموسم الكابتن ايهاب اي فرقه تلعبه كان يكسب مصر المقصه، ويجي في الدوري واخد ثاني الدوري. فهي المعروف ان المباريات الوديه خصوصا في فتره الاعداد للتجربه فقط، انا بجرب حاجات كتير، انت عندك ممكن تلعب ب 100 طريقه. يعني انا لو النادي الاهلي مثلا هيتبع طريقه 4 3 3 ممكن ليها مشتقات كتير جدا. صحيح. انا لو لعبت مثلا بواحد زي هشام محمد وعاشور مثلا وصالح جمعه ادي 3 ولعبت ب 3 قدام، انا ممكن اقلب الطريقه بعد كده ان تبقى 4 3 او 4 1 3 2، لان اجايده ممكن يدخل كراس حربه تاني مع وليد ازارو ويزق 2 من نص الملعب زي ما بيعمل برشلونه مثلا، وتتقلب ل 4 1 3 2 يستحمل الملعب، يستحمل، ممكن كمان تتقلب ل 4 1 4 1 2 يزقوا من الديفندرات. بتحصل يا كابتن وليد، بتحصل 4 1 4 1 بس كل طريقه ليها مشتقاتها عادي تحصل مش عارف ايه قفشت ليه، كل طريقه ليها مشتقاتها اللي هي طريقه اللعب نفسها. يعني لما انا العب بثلاث ديفندرات غير لما العب باثنين. صحيح. ممكن لما العب بثلاثه يبقى في اثنين فروم بوكس تو بوكس او من ال 18 لل 18 طايرين على طول ويقدروا يردوا في نص الملعب. صحيح. فبالتالي كل طريقه ليها اسلوبها وليها التركيز بتاعها. على فكره ممكن وارد جدا ان احمد فتحي كمان يضم في نص الملعب،
انا اقدر العب بعاشور ارتكاز ويبقى على يمينه مثلا احمد فتحي وعلى شماله هشام محمد مثلا او اسلام محارب او عمرو السوليه. يعني انا اقدر اغير الطريقه من اللعب مثلا اللي هو الحلو اللي هي لمسه ولعب او اللي هم فيها صناع العاب كتير لطريقه المانيا او طريقه مثلا الريال مدريد اللي هي فيه اللي هو يعني زي لوكا مودريتش كده وتوني كروس لا بيجروا كتير. اقدر اخلي الديفندرين اللي جنب عاشور بيجروا بنسبه لياقه بدنيه عاليه جدا واقلب الطريقه ما تبقاش كلها يعني فيها كره حلوه. صحيح. يعني النادي الاهلي دلوقتي ما شاء الله يقدر يلعب بافكار كتير. اهم حاجه ان الكابتن حسام يركز ان هو يختار طريقه او اتنين يطبقهم الموسم الجاي. يمكن يعني مش هقدر اتكلم يعني اتكلمنا على المراكز وكابتن حسام كمان بيتكلم على المراكز، لكن مهم جدا عمالين نتكلم على المركز دي وكلناش على حراسه المرمى ودورها في الموسم السابق كابتن حسام اتكلم عليها على شيف اكرامي بيقول يعني تألق اكرامي ساهم في تحقيق الثنائيه كابتن بشكل كبير ووجوده الموسم استثنائي بالنسبه له والكلين شيت اللي موجود على مدار الموسم. يميني رايك في الجزئيه دي وشيف اكرامي ربنا يوفقه طبعا مع منتخب مصر ان شاء الله. انا شايف قبل تألق شريف اكرامي هو وجود محمد الشناوي واحمد عادل عبد المنعم اللي خلوا شريف بلغه الكره كده يبقى فايق. خد بالك انت بعد قرار اتحاد الكوره ان ممنوع اي حراس مرمى اجانب انت عندك ثلاثه من احسن حراس المرمى في مصر. يعني خلينا نقول ان شريف اكرامي او محمد الشناوي او احمد عادل عبد المنعم اي واحد فيهم يقدر يلعب في اي فرقه في مصر ستاندنج نمره واحد يلعب اساسي في اي فريق حتى بفريق الزمالك المنافس التقليدي بتاعك. فبالتالي انت عندك ثلاث حراس اقوياء جدا. ما اظنش ان انت يعني في حارس مرمى انت محتاج تجيبه من الدوري المصري. فبالتالي بتمنى لهم التوفيق بس اهم حاجه تكون العلاقه بينهم هم الثلاثه كاحسن ما يكون. واظن من وجهه نظري ان الموسم الجاي لازم يشهد دخول الاثنين حراس المرمى التانيين. يعني لازم انا من وجهه نظري النادي الاهلي يقدر يعمل زي اوروبا ويلعب مثلا شريف اكرامي مباراه الدوري وياخد احمد الشناوي بعض المباريات في الدوري واحمد عادل عبد المنعم ياخد مباراه الكاس. يعني النادي الاهلي يقدر يعمل كده علشان يبقى الثلاثه على طول رجليهم في الملعب. صحيح. علشان ما تبقاش انت شريف اكرامي في منتخب مصر لا قدر الله اصابه لا قدر الله حاجه تبص تلاقي انت محتاج حارس مرمى من بعيد قوي. صحيح. يمكن كابتن سمير برده وكابتن حسام اتكلم على يعني انا دايما يعني احنا بنتكلم عشان دي بدايه الموسم بقى فبنتكلم